سلام الله عليكم. الطفل عدي طبعا عنده شحمة في صمام القلب، لها عدة 4 سنوات. طبعا قبل فترة الأب راح يولي يعالجه بسبب أن عنده اللوزتين وعنده لحمية زايدة ما قدرش يستطيع أنه بسبب اللحمية. اللوزتين عندما جاءوا يعملوا يقطعوا اللوزتين، قال الدكتور اعمل فحص القلب، فوجدوا أنه عنده شحمة في القلب. الآن الشحمة هذه الذي ضروري من عملي له بأقرب وقت، لأنه الآن عندما عاود الدكتور قالوا إذا كل ما عدى يعني من أيام كل ما كبر الطفل ممكن الشحمة تسد على الجهاز التنفسي حق القلب ويوصل إلى الوفاة. أيضا حتى عنده بسبب الروماتيز عن طريق اللوزتين الآن قد الولد يعني أرجله دائما ما يقدر يستطيع المشي. أيضا حتى بسبب الشحمة هذه بالقلب أثر على الأكسجين، يمشي بصعوبة، يجلس النوم، حتى أيضا الصوت الشهيق حقه مرتفع. طبعا رسالة إلى فاعلين الخير في هذه الأيام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الناس إلى الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ادخلوا في الأيام هذه المباركة من 10 ذي الحجة على أم هذا الطفل وعلى أبوه وعلى أسرته. طبعا الأم يعني دائما يعني تبكي على ولدها، أيضا الأب والولد طبعا يعني لا قدر يعني احتمال زي ما قال الدكتور لو طول يعني بعد سنوات أن الولد يتوفى. الله عز وجل يقول ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل من الله ومن ثم من كل القلوب الرحيمة وفاعل الخير مجد العون لهذا الطفل، وجزاكم الله الخير.